رغم أدائه الجيد أستاذ سعيد يمكن وكان أداء متميز بتفق مع حضرتك أكيد صحيح. في ده لكن يعني كان في خسارة صحيح لعب كويس قوي بس في النهاية خسر. إزاي نقدر اللي إحنا نستفيد من المباراة اللي لعبها الهلال السوداني قدام سان داونز والتغير في الشكل والمضمون حتى كلعيبة وك يعني تشكيل فريق عشان نحقق نجاح وتحديدا إن بيتسو ميسوماني بيقول إن الفريق بيستعد وبيركز بشكل كبير جدا عشان خاطر اللي هو يحسم يعني هذه المباراة. طيب خليني أقول مع حضرتك إن الهلال السوداني فاجئ سان داونز بشكل جديد، فاجئوا بالمبادرة وفاجئوا بأسلوب متغير تماما عن المتوقع. أي حد يتوقع قبل انطلاق منافسة المجموعة أن سان داونز والأهلي هيعبروا للدور الثاني، ممكن البعض أو قليل من الجمهور يقول أن الهلال السوداني هينازع شوية وينافس شوية على البطاقة الثانية في هذه المجموعة. الهلال باغت سان داونز بأسلوب دفاع متقدم. المفاجأة الكبيرة أن الهلال هدد مرمى سان داونز ضعف مرات تهديد سان داونز، يعني سان داونز كان عنده ست كان عنده هجوم اكبر يعني. ست محاولات على المرمى، الهلال عنده 12 تسديده، فبالتالي كان فعال على المرمى بشكل اكبر. الاستحواذ كان يعني الفريقين تقاسموا الحيازه، فريق خد شوط وفريق خد شوط ثاني. يمكن الهلال السوداني طلعت النسبه 48-52 لكن تشعر طوال الوقت بالنديه، وبعد الهدف بالتحديد الهلال السوداني كان قادر اكتر من مره انه يسجل هدف التعادل. عايز اقول ان الهلال اصبح يمتلك شخصيه عندها المبادره وعندها الثقه في انها تقدر تحقق الانتصار. تعكس ده من تصريحات المدير الفني اللي طول الوقت بيقول ان احنا هنزعج الاهلي، مش بس هنزعج الاهلي على مستوى تحقيق نتيجه، لا احنا هنبهر الاهلي بتقديم اداء هايل. البعض بيفسر ان دي بتبقى تصريحات رنانه، بتبقى محاوله للشو، بتبقى محاوله في بعض الاوقات لضغط الخصم، لكن اللي اتفرج على مباراه سان داونز هيعرف فعليا ان الهلال المره دي متغير. بنشوف ان فرقه انت لازم تحترمها بشده، في نفس الوقت وانت بتحترمها لازم يكون مفيش مبالغه في الاحترام.